مساء الخير، وتتابعون معنا في هذه التغطية لهذه الليلة. لغز الطائرات المحتجزة لدى الميليشيا، متى سوف تطلق الميليشيا سراحها؟ وأيضا بعد رفضها المشاركة في مفاوضات الأسرى حتى يتم الإعلان عن مصير محمد قحطان، الحكومة تشارك غدا في هذه المفاوضات مع ميليشيا الحوثي في مسقط، فما الذي استجد؟ إذن اختطاف ميليشيا الحوثي طائرات النقل الوطني عملية إرهابية، هذا ما عبر عنها المجلس الرئاسي في بيانه حول اختطاف ميليشيا الحوثي طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية المستقلة ماليا وإداريا، ووصف ذلك بأنها عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكات الميليشيا الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية. فهل تتحمل الخطوط اليمنية مسؤولية ما حدث؟ وما هي أيضا الجهود التي تبذل لحل تداعيات هذه الأزمة؟ أناقش ذلك بمعية ضيوفي، والآن ينضم معي مباشرة عبر سكايب السيد أحمد اليفرسي، الكاتب والصحفي المعروف. مساء الخير سيد أحمد. مساء الخير، تحية لك سيدي واشكر انضمامك معنا. إذا نحن نتحدث عما حدث، يعني بداية، يعني الميليشيا هي تتطور حاليا في موضوع ابتزاز الحكومة والتحالف، وأيضا وتلعب على موضوع معاناة اليمنيين منذ انقلابها وحتى اليوم. بداية موضوع احتجاز الطائرات، هل يعتبر لغز؟ كيف ربما يعني تجد هذا الموضوع بداية؟ شكرا جزيلا. ما يخص الميليشيا لا أعتقد أن هناك لغزا يستحق أن نقول عنه لغز، لأن سلوك الميليشيا منذ أن نشأت هو هذا السلوك، سلوك بلطجي، سلوك إرهابي، ليس سلوك دولة. نحن الآن نحاكمها إلى سلوك الدولة، سلوك رجال الدولة، وهم ليسوا رجال الدولة ولا يعني لم نعهد منهم إلى هذا السلوك الشاذ أو سلوك العصابات. لا نحاكمهم إلى مبادئ الدولة التي تحترم قواعد التعامل، يعني نحن نعرف أنهم ميليشيا وأنهم عصابة، وعصابة طائفية أيضا عقائدية يعني تقصد أحمد هذه عوايد الميليشيا، فبالتالي ربما لماذا نتفاجأ حاليا؟ هذه الميليشيا يعني منذ البداية هو عملها بهذه الطريقة، ربما دعنا نتساءل الآن. جميل، تفضل واصل فكرتك. عمل الميليشيا اليوم انا وجهه نظري يعني او بالنسبه لقناعتي انه لم يفاجئني هذا العمل، وكنت اتوقع عمل اكثر همجيه من هذا العمل. يعني يعود المستضافون من المملكه العربيه السعوديه من الحج، وهم قيادات ميليشيا الحوثي، يعودون في علامات الطائرات، ثم يحرمون بقيه الحجاج من العوده بالطائرات التي يعني ذهبوا بها واحتجزوها في مطار صنعاء. يعني سلوك بلطجي لا ينم عن سلوك الرجل عنده رائحه التعامل بالدوله او التعامل حتى بالقيم التي يعني يتعرف عليها اليمنيون. يعني فهذه سلوك معروف منذ 2004 منذ ان انطلقت ميليشيا الحوثي، وهذا سلوكها مع يعني كل القيم التي يتعرف عليها اليمنيون. نعم، إذا لم يعني هذه عوايد الميليشيا كما تحدث سيد أحمد، ولم تتفاجأ ربما، الميليشيا هي تصعد حتى في البحر الأحمر وهي تقوم الآن في استهداف الملاحة الدولية، فلا جديد ربما باحتجاز هذه الطائرات. ابقى معي سيد أحمد، أتحول السيد أحمد الشعيبي الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية الذي ينضم الآن معنا مباشرة عبر الهاتف. السيد حاتم مساء الخير. مساء النور، تحية لك سيدي وأشكر انضمامك معنا. دعنا نتحدث عن هذا الموضوع، ما المستجد الآن بهذا الخصوص؟ هل هناك مفاوضات الآن مع الميليشيا لإطلاق سراح الطائرات المحتجزة لدى الميليشيا؟ بالنسبة لنا كخطوط جوية يمنية لا يوجد أي مفاوضات. نحن ننتظر، أقصد خطوط للتواصل مع الميليشيا حاليا. نحن ليس لدينا أي تواصل مع الميليشيا. نحن ننتظر اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية. صحيح، بما يتعلق بهذه اللجنة، يعني أقر المجلس في اجتماع استثنائي بالنسبة للمجلس الرئاسي تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لإدارة هذه الأزمة، إذا تم تكوين خلية أزمة الآن. طيب، لستم على اطلاع إلى الآن ربما حول الجهود التي تبذل حاليا، ما الجديد؟ إلى هذه اللحظة لم يتم
أو لم نسمع بقرار رسمي من رئاسة الوزراء بتشكيل اللجنة. طيب، المجلس الرئاسي وصف عملية الاحتجاز بأنها عملية إرهابية مكتملة الأركان، مما يتعلق الآن، دعني سيد حاتم، يعني الكل يتحدث ربما هناك، يعني واعذرني، أن هناك تواطؤ من قبل الخطوط الجوية اليمنية مع الميليشيا، كيف تنفي ذلك؟ كيف تفند ذلك؟ خصوصا وأنك هناك لا يوجد أي تواطؤ من الخطوط الجوية اليمنية، لأن الخطوط الجوية اليمنية هي تعمل من البحر إلى القاعدة في خدمة المواطن ونقله من أي مطار في الجمهورية. وبالنسبه لمطار صنعاء بحسب توجيهات مجلس القياده الرئاسي تم نقل الركاب في موسم الحج، وقبلها تشغيل خط صنعاء عمان بحسب توجيهات الرئاسي. وبالنسبه للطائرات اللي تم احتجازها هو بسبب التاخير في مطار الحجاج في جده، ادى الى انه الطائرات تطلع باوقات متقاربه. يعني بسبب ما ذكرته، يعني هو الذي ادى ان الطائرات يعني تذهب الى مطار صنعاء في اوقات متقاربه. يدور التشغيل الرحلات متباعده. الم يثير، يعني هناك طائره محتجزه منذ اشهر لدى الميليشيا، يعني الم يعني يكون في بالكم او في حسبانكم ربما قد تقدم الميليشيا على عمل كهذا؟ يعني الميليشيا سجلها يعني يظهر منذ بداية انقلابها، فبالتالي ربما كان المفترض يعني لا تقومون بهذه الخطوة، أربع طائرات في أوقات يعني متقاربة إلى مطار صنعاء. نحن من يوم احتجاز الطائرة 330 قمنا بإيقاف الرحلات من صنعاء، ولكن توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بتشغيل الرحلات وإعادتها على خط صنعاء عمان تم تنفيذ التوجيهات، ومن ثم جاء موسم الحج وأعطيت لنا توجيهات صريحة من مجلس القيادة الرئاسي في تشغيل موسم الحج من صنعاء لخدمة المواطن في صنعاء والمناطق المحيطة. كان عددهم 3 حجاج الجمهورية، 8400 حاج. قمنا بالواجب هذا، وكما ذكرت لك أنه بالنسبة للطائرات اللي تسجلت بسبب تأخر الرحلات في الإقلاع من مطار مدينة الحجاج بجدة، جميع الشركات وليس اليمنية، فجاء دور اليمنية الرحلات متتالية ليس كيف يجب أن نقلع، وهذه توجيه السلطات السعودية. أما كجدول تشغيل وعمل نحن فاهمين لن تهبط الطائرة الثانية إلا بعد إقلاع الطائرة الأولى. طيب، أنتم في الخطوط الجوية الآن كيف تتعاملون؟ ذكرنا أن هناك لجنة حكومية الآن ربما شكلت، الآن أنتم يعني ليس بمقدركم يعني أن تتعاطوا مع هذا الوضع وهذه الأزمة حاليا؟ هل تنتظرون فقط مخرجات اللجنة الحكومية الآن التي تم تشكيلها من قبل الرئاسي؟ أولا هذا الحادث ليس حادث يعني بسيط أو طارئ، حدث هذا حادث سيادي للدولة. صحيح. وتتحمله هذه الحكومة لأن هي من أعطت الخطوط اليمنية التوجيهات لتشغيل خط صنعاء مجددا. إذا فإن اليمنية تقوم بعملها على كامل وجه بخدمة المواطن كما ذكرت لك سابقا، والسلطات في الحكومة الشرعية هي من وجهتها بذلك، فهذا الأمر أصبح في يد مجلس الرئاسة. يعني الآن أنت سيد حاتم تحمل القيادة السياسية مسؤولية ذلك، نعم، وتنفي أن تكون للخطوط الجوية اليمنية أي يعني ربما علاقة بهذه الحادثة؟ نهائياً اليمنية لا لها من قريب أو بعيد، بالعكس اليمنية تحاول أن هي لأن اليمنية هي خارج أي تجاذبات سياسية. تقصد هنا احنا شركة تجارية، ليس لنا دخل بأي تجارة سياسية، نعم، ونعمل للمواطن وليس للأطراف السياسية نهائياً. نعم، طيب، جميل هذه التوضيح حاليا من قبلك سيد حاتم. المسؤولية كلها تقع على عاتق الحكومة الشرعية كما تحدثت، وعملكم يعني حاليا ليس له علاقة الآن بما يحدث والاحتجاز بالنسبة للطائرات. نريد تفاصيل حاليا بما يتعلق الآن، 4 طائرات متواجدة لدى الميليشيا بطواقمها، ما هي أوضاعهم حاليا في صنعاء؟ أوضاعهم كما أبلغونا أنها جيدة، وينقسم في يعني كل اللي عنده منزل في صنعاء ساكن المنزل، واللي عنده واللي المضيفات هذا في سكن الضيافه اليوميه الخاصه باليمنيه في صنعاء.
بما يتعلق الآن بالحجاج العالقين حاليا في جدة، هل هناك تفاصيل أوضاعهم؟ هل سيتم التنسيق لرحلات عبر خطوط جوية سعودية مثلا لكي يعودوا إلى أرض الوطن؟ ما طبيعة أوضاعهم حاليا؟ لا، اللي حصل أنه جميع الحجاج كانوا حاجزين إلى مطارات شرعية تم نقلهم ووصلوا إلى اليمن. نعم. أما بالنسبة للحجاج اللي كانوا حاجزين إلى صنعاء فلم يتم نقلهم إلا بعد الإخراج عن الطائرات المحتجزة لدى سلطة صنعاء. بالنسبة لي هل هناك تواصل مع شركات أخرى أو كذا؟ فليس لدينا أي علم. طب الآن جراء الآن هذا الاحتجاز بالنسبة للطائرات، خسائر الخطوط الجوية اليمنية وهي الناقل الوحيد حاليا، ماذا خسرت منذ الاحتجاز وحتى اليوم؟ طبعا الخطوط الجوية اليمنية خسرت الكثير في أعداد خطوطها وبرامجها في تشغيل المحطات والنقل الركاب، والخاسر الأكبر هو المواطن اليمني بالذات في مناطق صنعاء ومحيطها، حيث تجرع العذاب في سفره من صنعاء إلى المحافظات أو المطارات في المناطق الشرعية ويتسبب تكاليف خسائر إضافية. نعم، قبل أن نختم معك سيد حاتم، الآن هل تعول على هذه اللجنة الآن؟ هل سيتم حل هذا الموضوع باعتقادك في القريب العاجل؟ نحن نثق في حكومتنا وقيادتها، مثل رئيس الجمهورية الدكتور رشاد تعليمي وأعضاء قيادة حل الأزمة في القريب العاجل إن شاء الله. نعم، أشكر تواجدك معنا الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية سيد حاتم الشعبي، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. أتحول للسيد أحمد اليفرسي. سيد أحمد، يعني سمعت حديث السيد حاتم، دعني أناقشك في ما ذكره حاليا. الحكومة الشرعية هي تتحمل كامل المسؤولية وليس لها علاقة الخطوط الجوية اليمنية بحادثة هذا الاختطاف، فالكل كان يتحدث عن تواطؤ، ولكن يعني لا تتحمله الخطوط الجوية اليمنية، هي فقط يعني ناقل فقط وليس لها أي علاقة بأي تجاذبات سياسية. بالنسبة للحديث أنه ليس له علاقة، هو له علاقة، يعني ما الناقل الجوي إدارة تتبع أيضا تتبع الحكومة اليمنية وليست مستقلة. والحديث هو في النهاية يقول نحن نثق بقيادتنا السياسية بأنها ستعمل حل لهذه الإشكالية. في النهاية يقر بأنه جزء من الحكومة وجزء من الدولة، يعني أو مؤسسات الدولة. ربما هنا سيد أحمد يقصد أن ليس له علاقة يعني بالتجاذبات السياسية، الحكومة الشرعية هي من أمرت بأن يعني يتم يعني تشغيل الخطوط وذهابها إلى صنعاء، فبالتالي هو يعني يطبق ما تقول الحكومة الشرعية. هذا صحيح، ونحن يعني المشكلة مشكلتنا بأنه يعني اليمنيون بشكل عام ومن ضمنهم القيادة السياسية بأنه ظنوا بأنه الحوثي بعد أن يعني هناك لغة سياسية اليوم جديدة في موضوع السلام وموضوع اللقاء وموضوع وخطوة الحج، حج قيادات حوثية جاءت إلى الحج، بأنه هذا ضمانة بأنه سيكون هناك عهد جديد، ستكون هناك ضمانة دولية وإقليمية في موضوع السلام، موضوع لن يجرؤ، هكذا ظن السياسي اليمني والحكومة اليمنية والقيادة اليمنية بأنه الحوثي لن يجرؤ على خطوة مثل هذه، على خطوة تصعيدية بهذا الحجم في ظل هذا، في ظل تلك المساعي الدولية والمساعي الإقليمية في موضوع السلام، موضوع الجلوس الى يعني الى المفاوضات، الى دوره مفاوضات جديده. لكن يعني نحن نقول بانه ربما نعيش او نعاني من دواكر مخرومه، يعني تنسى في اول محطه، ننسى ما يعني مسيره ميليشيا الحوثي في موضوع التعامل مع اليمنيين، يعني هم ينكثون العهد، ينكثون الاتفاقات، يعني
يعني لا ليسوا ما يعني محل ثقة في موضوع المفاوضات أو في موضوع السلام أو في موضوع ليسوا أهلا للثقة، وتاريخنا مع الميليشيا شاهد. ولكن دعنا نتحدث، هنا هناك الآن ضامن ربما المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، وعلى يعني رأس التحالف العربي، هل يتحمل التحالف العربي أيضا نتائج كل ذلك، يعني تدليل هذه الميليشيا حاليا؟ والغريب أيضا والذي يدعو للريبة، لم يكن هناك تحرك الآن من قبل التحالف وللضغط على هذه الميليشيا. من الأهمية من مكان أن الميليشيا تقدم على أي فعل لتستثمره الآن سياسيا وعسكريا. ماذا تريد الميليشيا الآن من جراء الاحتجاز لأربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية باعتقادك سيد أحمد؟ إحدى الأوراق التي تستخدمها الميليشيا الحوثية ورقة الابتزاز، تبتز الجميع لأجل الحصول على مكاسب وعلى يعني أن تخطو خطوة سياسية متقدمة لمكسب سياسي ما. وعين ميليشيا الحوثي اولا يعني عينها مالي واقتصادي في الدرجه الاولى، لانها تريد في موضوع الاختطاف الطيران، لانه هناك ايرادات كبيره جدا للناقل الجوي للطيران اليمني، ولان الناقل الوحيد في اليمن كما تعلمون، وايراداته كبيره جدا، وهم يحتجزون ايضا هنا يحتجزون ارصده للخطوط الجويه اليمنيه ما يبلغ تقريبا 100 مليون دولار في صنعاء. هذه الخطوات التي تفعلها ميليشيا الحوثي في هي ابتزاز سياسي. واما موضوع التحالف العربي فانا اعتقد ان نحن اليمنيين اكثرنا في موضوع انه نرحل مشاكلنا على الاخرين. يا اخواني، لو انه القياده قيادتنا ونخبنا اليمنيه تحملت مسؤوليتها فما نحتاج ان نحمل الاخرين مسؤوليتنا، نحن قادرون على انه نواجه ميليشيا الحوثي. لدينا مجلس قيادة رئاسي، لديه جيوش، مش لجيش واحد، لديه جيوش يستطيع أن يفعل شيء. نعم. يستطيع يعني لديه أوراق كثيرة يستطيع أن يستخدمها دون الخضوع لابتزاز المجتمع الدولي، دون الخضوع للضغوط التي يدعيها في موضوع موضوع الضغط الدولي على الدولة وعلى القيادة السياسية. صحيح، يعني نحن لدينا أوراق كثيرة، ولكن يعني كما ترى سيد أحمد، يعني ربما هناك أيضا ضغوطات من قبل التحالف العربي لصفقة مع الميليشيا، لا أدري، لخارطة سلام مزعومة هي تضغط على الحكومة الشرعية، والمشكلة أن الحكومة الشرعية لا تستطيع أن تخرج منها يعني بمعلومة مفيدة ربما حول ما يجري حاليا، وهل هناك ضغوطات معينة يجعلها تقف ساكتة أمام كل ما يجري. بالنسبة لاستثمار الميليشيا لأي حدث حاليا في هذا التوقيت، هل أيضا هي ردة فعل من قبل الميليشيا للإجراءات الأخيرة بالنسبة للبنك المركزي في عدن؟ هي تأتي في هذا السياق، يعني كانت موجة عام الميليشيا الحوثي في موضوع إجراءات البنك المركزي، وربما أن هناك يعني ضوء أخضر يعني دولي في احتجاز الطائرات على أساس أنه يكون تحت مبدأ ورقة تسقط ورقة البنك المركزي تسقطها ورقة الطائرات، احتجاز الطائرات. هذه الأزمة التي افتعلت، أنا أعتقد أن هناك يعني ضوء أخضر دولي لميليشيا الحوثي لأن تفعل هذه الأعمال، ولذلك يعني حتى يعني أنت أشرت إلى أفعال ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر والقرصنة التي يعني تتعمدها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وهي أمام سمع وبصر العالم كله. صحيح. ولم يفعل شيء العالم لميليشيا، بل بالعكس إنه اليوم يضغط على الحكومة الشرعية على مجلس القيادة الرئاسي على أساس يتخذ خطوات للسلام مع الحوثي. صحيح. يعني كل الملفات مرتبطة سيد أحمد، وهذه نقطة مهمة كما تحدث، يعني ربما هناك ضوء أخضر دولي يعني الذي جرأها على أن يعني تقوم بالقرصنة في البحر الأحمر ألا يجعلها تختطف هذه الطائرات. وسنناقش في المحور الثاني بالنسبة أيضا لهذه المفاوضات التي يعني تبدأ غدا في مسقط، بعد أن كانت الحكومة يعني أبدت عدم مشاركتها الآن تراجعت، فما الأسباب؟ فبالتالي ربما يعني جملة من الضغوطات الآن تمارس على الحكومة الشرعية. إذن سيد حاتم، الحكومة الشرعية لا تستطيع حاليا أن تواجه، يعني هل تواجه الحوثي أم التحالف العربي ومن وراء هذا أيضا الضوء الأخضر الدولي؟ فبالتالي ربما هي الآن تتعامل بحدود الممكن وبحدود إمكاناتها. الحقيقة
سيد أحمد؟ أنا أعتقد بأنه نعم تفضل. أنا أعتقد يعني يقيني في أنه ميليشيا الحوثي أو قصدي الحكومة الشرعية والمجلس القيادة الرئاسي أو الشرعية ليست في مواجهة مع التحالف مع تحالف دعم الشرعية. التحالف هو يعني يدعم الشرعية، لكن المفترض بأنه مجلس القيادة الرئاسي له أجندة وله أجندة معينة، فلا يسمح أبدا باختراق هذه الأجندة سواء من المجتمع الدولي أو من أي طرف من الأطراف. أما وأنا يعني لولا بأنه هناك داعم دولي ويعني داعم في التحالف العربي للشرعية ما استطاعت أن تصمد حتى اليوم يعني. نعم لأن الداعم الدولي اليوم أسقط يعني الدعم الدولي اليوم للحوثي والذي يعطي الضوء الأخضر هو يريد أن يمكنه، وليس له هناك عقبة أمام ميليشيا الحوثي في تمكينها في المناطق التي تسيطر عليها والتمكين السياسي العام لأن تكون مشرعنة إلا وجود الشرعية، ووجود الشرعية هذا مدعوم من التحالف العربي. وأيضا في موضوع المفاوضات اليوم في عمان أعتقد بأن هناك ضغوط فعلا يعني هناك صحيح. ضغوط على مجلس القيادة الرئيسي في المشاركة على الرغم من ما يحصل في البحر الأحمر، على ما يحصل في ما حصل مؤخرا، عما يحصل من يعني من خطوات تصعيدية لميليشيا الحوثي في موضوع التجريف العقائدي وموضوع الدورات وموضوع الخطاب العدمي الذي يعني تتخذه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وحتى الخطاب العام الخطاب في الفضاء العام اليوم ميليشيا الحوثي لا تعترف بالشرعية ولا تعترف حتى بأن هناك طرف يمني في الإمكان أنه تتفق معه أبدا. هناك عدم اعتراف تام، وهذه خطوة هي أهم خطوة أو أهم يعني إعاقة تتخذها ميليشيا الحوثي في موضوع المفاوضات من أجل السلام. ولذلك على أي أساس أنت كمفاوض يمني ذهبت إلى عمان؟ أنا أتساءل اليوم أمام مجلس القيادة الرئاسي على أي أساس تذهب يعني إلى المفاوضات في عمان؟ هل على أساس بأنه ميليشيا الحوثي اليوم تعترف بأنها ميليشيا متمردة، أو أنها على الأقل تعترف بأنك الطرف السياسي الشرعي الذي يمثل اليمن أمام العالم كله، المعترف به أمام العالم كله؟ نعم. وعليها أن يعني تقدم تنازلات معينة لأن تكون ضمن هذه الشرعية مثلا، أما ما هي الضمانات التي صحيح. يعني تذهب على أساسها إلى عمان؟ وهذه أسئلة مهمة يعني سطرحها على ضيفي في المحور الثاني بما يتعلق بهذه المفاوضات في مسقط في هذا التوقيت، ونحن نتمنى أن يتم احتواء هذه الأزمة بما يتعلق بموضوع الطائرات ولا يتطور ذلك ولا يتم الضغط يعني بشكل أكبر على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات يعني وتترك هذه الميليشيا دون لجم. أشكر تواجدك معنا. صحيح. تفضل. كان الأصل ألا يذهب المفوض إلى عمان حتى يتم إنهاء مسألة الطيران ومشكلة صحيح. الطيران. وهنا هذه النقطة المهمة. صحيح سيد أحمد. عموما نتوقف بهذا الموضوع عند هذه النقطة معك سيد أحمد اليفرسي الكاتب والمحلل والصحفي المعروف، شكرا جزيلا لك سيدي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب، وكل الشكر للسيد حاتم الشعبي الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية الذي كان معنا عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا.